تعرضت للخيانات من صديقات، ولكن بقى كنأمن بالصداقه اللي درت. كاين اللي فاش كيتعرض للخيانه كي ما كيبقاش يامن بالصداقه. انا لا، حسبت هذوك اصلا ما كانوا صديقات، كانوا اعداء من النهار الاول، وانا ما شفتش هذا الشيء. واللي صديقاتي راه باقين صديقاتي، وكنامن بالصداقه حيت عندي دريات بحال خواتاتي فعلا. في الاول غادي نتبع القانون، الا غلبني القانون ولا كان هو مثلا الوضعيه ديالو حسن وقرروا يعطوه الحضانه مثلا، هو الله يحفظ، غادي نستعمل القوه. يعني حتى انا اي حاجه حتى قوه، تخيل هذا السؤال انا كنت طرحته على راجلي وبدينا نداوين هكا ضاحكين، قلت لي حتى قوه في العالم ما تقدر تاخذ ولدي مني، يعني ما يمكنش، ما كنتصور زعما، ما الفكره ديالها صعيبه بوحدها. التعدد، الا شفت اي مرة يعني قابله على راسها كنقول تبارك الله على، حيت في الدين حلال، على ديك الجرأه اللي عندها وعلى الصبر اللي عندها. انا شخصيا من قبل نكون الزوجه الثانيه ديال شي حد او راجلي، ولا قبل يجيب عليا مرة اخرى، يعني نطلق الا كان غيجيب وحده اخرى نطلق، يعني ما نقبلهاش على راسي. حيت هو اصلا الا جايب وحده اخرى ما بقاش كيبغيك، ما بقيتيش معمره ليه العين، يعيش حياته مع الاخرى ونخرج انا، ما يمكنش. لا، الخيانه عندي خط احمر، ونهار بغيت نتزوج حطيت 4 شروط، منهم يعني اول واحد الخيانه. انا ما كنكبرش المواضيع، يعني كيف ما كان الغلط ما كنكبرش المواضيع. حتى الاربعه الحوايج، قلت لي نهار تقول لي حيد يوتيوب غنحيدك انت، نهار تقول لي، نهار تكذب عليا سدينا، نهار عائلتك تدخل فيا، ونهار تخوني، يعني انساني. حتى الخيانه خط احمر. في المستقبل يعني هاد الاستقلاليه ديالي كيخلعني، ان دابا انا غادا في واحد استقليت في حياتي، تجي شي ضربه من شي قنت يعني تزعزع ليا حياتي، يعني تبدل ليا كل شيء، الراحه ديالي يعني هذاك السلام اللي عايشه فيه مشى، هذا الشيء اللي مخلوعه منه دابا.